اسمع اسمع يا ابوي تكفى يا ابوي تكفى ابوي شوف الجو شوف شوف الجو كيف اي والله يا زين الا والله عامل حالك تكفى روح روح المحل القريب كان في الفاتح امس سوى جديد وقريب من هنا اي اي يا ابوي تكفى قريب هنا في الحاره تكفى يلا 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 مشان قدام قدام اخر بلد خلاص خلاص انا اوبل دانا ايش فيك ها ايش بالك بقى وش اللي وش فينا يا ابوي انت كل يوم نواف 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 كل شيء نواف انت تعطيه تجيب له توديه انا موديك اللي راح قبله انا موديك صح ولا لا طيب على الاقل قبل شوي على الاقل انك تعطيني شيء واحد انا اختاره طيب كلكم انتم استنستم كلكم ما استنستم مع بعض هو اللي يختار المطعم والمكان والطلع وكل شيء ويختاره أقولك شيء أنا ما بشيء ولا شيء جودة الحين عزمتي اليوم بروح عندها اسمعيني طيب لانا أي لانا سلامت الراحل طيب الحمد لله جوجو هل خلنا ندخل طيب يلا هلا نانا شلونك والله تمام الحمد لله تفضل اقعد شلونك الحمد لله طيب تبين مويه جيب مويه جيب مويه طيب خذ يا لانا لا لا ايش فيك معصبه الله يجود ماني معصبه بس يا اخي ابوي يهتم للنواف اكثر مني يوديه ويطلعه يتحكم فيني بعد من نواف ايه لا والله كلكم زي بعض عاملكم زي بعض والله ما شفت معاملته لي وفرق بيني وبين نواف لا لا يلا لا لا يلا يلا دورك عندك اخضر ايه يلا يلا اسحبي ثنتين يا سارة اصبر مين هذا؟ السلام عليكم وعليكم السلام جوجو عندكم لانا؟ ايه عندنا لانا خليها تطلع يا بابا خليها تطلع بسرعة طيب لانا هذا ابوك يلا يلا تحت ابوك يا بيك يا اخي احنا مبسوطين طيب يا بيك يلا روح طيب لا انا الله يرحمها دي انت وينك يا بنتي وش فيك ولا بابا وش تبغى وش اللي وش تبغى على كيفك هي امشي بيتك امشي ما راح اروح انا بجلس عند جوجو بنام عندها بعد ايش بنام عندها اي والله ليش وش فيك الله هناك انت عندك نواف مهتم فيها اكثر مني والله كلكم انت بنتي بعد تعال لا يا بابا تعال يا بني تعال بس يا بابا خلاص انا بنام هنا لا يا بنتي تعال خلاص لا يا بابا تعالي خلاص رحت تعالي يا بنت يا بنت يا عم تبي شيء اسمعي خليها عندك عسى الله يهديها وتهدى شوي واذا هدت تدق علي زين والله ما ادري ايش اسوي خلوا طيب. انتبهي لو ما نحتاج شيء دقوا علي طيب تبي شيء لا سلامتك يا ليت انتبهي طيب ابوي قلت لانا لا انا ما عجزت عنها ما قدرت تبي تجلس عنده طيب عادي ترجع معنا مبسوطا ايه والله ما انا مبسوط ما دام اختك ترى اي موجود والله ما انا مبسوط انا اذا جات يمكن الله وين انت رايح؟ بطالة الله بسي يا ولد حقه ها؟ خلا تفتح الجبن حقه البسه حقه يا ابوي انا جايبه يا اخي تعبني بحطه بالثلاجة يا ابوي
حول. اي 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 تعال وش وش تزعل انا لا لا تعال يا ولد تعال انت تعال سب 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 اشتري لك يا حبيبي بابا سياره سياره لا اشتري لك سيكل سيكل يمشي امورك السيكل يوديك البقاله ورجعك من البقاله مثل ما اشتري له سيكل بعد لا في سياره وش له سيكل ما لي سيكل ها تقول سيكل اخوك اكبر منك لا ما لي سيكل دراجه ايه دراجه شو انت بيه ولا لا يا اخوي هذا اشوى من اختها يا ولد اي والله خلينا نروح لانا نحاول فيها الحين لا تعال تمام ها نروح الى اختكم انتم حاولوا ايه هلا انا اقول تزعل من اي شيء يا ولد ذي بنت زعلانه لا تسكت انت تسكت ولا كلمه اسكت انت جت اختك الحين جت اختك الحين لا 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 تكلم ولا كلمه دلع هذا انت ما جايبكم معي تبيكم تفزعون انتم اذا انت دلع ما دلع جت اختك قل لها حاولوا تهدونها بيش طيب لا تزعل هي وش مسوين انت امس اس ولا كلمه تطلع خلاص اسكت هلا يا بنت يا لانا ها ترجعين جبنا نايف معنا يتوسط لنا وش حتى لو جبتم الكون كله ما راح ارجع امشي نايف ها شوف اخوك الكبير جاي عشان يأدب اخوك الصغير حلاوه يلا يلا عطى حلاوه يلا ما راح ارجع لو تعطيني حلاوه حلاوه خلاص خلوه يلا خلاص يلا انا لما تجلسين ابي اجيك بكره وشفتك جايه عندي في البيت وطيت على وجهي قول بس ما راح ارجع بكره بعد اسمع يا ابوي تكفى ابوي شوف الجو شوف الجو كيف والله يا زين الا والله قبل حياتك روح المحل القريب كان في فاجعه امس سوى جديد وقريب من هنا اي ابوي تكفى هنا في الحاره تكفى يلا مشي قدام خلاص انا اوضح يا لانا عيب عليك خلاص ارجعي يا بوب جايين هنا يقولون لك ارجعي يلا ارجعي خلاص شكلي بصدقك وارجع لهم طيب اي ارجعي لهم يلا ارجعي بالراحة الكافية شفتي يا جوجو شفتي عشان كذا ما راح كنت بصدقك وارجع والله ما راح ارجع يا لانا تعالي No, no!